هابي فالنتاينز داي، وكنتمنى لكل الناس يعيشوا في حب، الحب اللي هو ما كيشملش غير العلاقه الغراميه، فالحب العائله، حب الوطن، حب الذات من الدرجه الاولى. اذا ما حبيتيش راسك كي غدير تحب شي حد اخر؟ فعيد حب سعيد لكل وشكرا. بزاف مرات ما عرفتش واحد المره في عيد الحب كان صوره ليا في ان شوتينغ، ولقيت لو كادو هو هذيك الصوره مكبره بزاف بواحد الطريقه ارتستيك زوينه، وكانت عجبتني بزاف. شكرا. اللي تلقيت وهدية من الله سبحانه وتعالى ديال ولدي هارون، يعني هذه احسن هديه اللي تلقيتها في حياتي، والله يحفظه والله ينجي والله يحفظ وليدات المغاربه والناس كاملين ان شاء الله. كادو اللي يجيني انا، وانا الكادو كيبقى داكشي ديالي، كادو غادي يعطيني الحبيبه ديالي، هذا كيبقى كادو شخصي، يعني ما عنديش نقدر عاد غنمشي نشوف الكادو ديالي، يعني غادي نمشي نشوفه، ماشي دابا باقي ما وصلني دابا والو هاد الساعه، حتى لتوتالور، وان شاء الله. لي كادو، وانا الكادو هو كلمه طيبه، شي واحد نهار عيد الحب يهز التليفون، وشفتو كنتي انت ناسي، وكيتفكرك هو بكلمه طيبه، كتجيك زوينه، هذيك هي احسن حاجه، هذيك هي احسن كادو ديال عيد الحب. صراحة يعني ماشي حيت شي حاجة مادية ولا شي حاجة اللي كتفوت، أما شي حاجة اللي كتكون واحد لو جيست زوين ولا واحد كتبقى ما كتنساهاش. فوالا سي سا أنا كيفاش كنشوف الأمور. وكلام كتير في قلبي وليك انتي راه مخبي، نستنى فيك تجي لعندي ونقولوا ليك. هذه هي اللي غادي نهديها من عندكم لكاع العشاق وكاع الأحبة في المكان بمناسبة عيد الحب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.